بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن تفسير رؤيا من قرأ سورة الأنعام في المنام. طبعا الصورة كلها أو جزء منها أو آية أو شيء منها، خلاص لكل شيء ليه تأويل، ولكن احنا هنتكلم عن اوجه سورة الانعام ككل، ولكن الايات لها تفسير واللي ملهاش تفسير فبترجع لاصل تأويل السورة نفسها. طبعا سورة الانعام عزيزة لمن رآها فاللي بيشوف الاوجه التأويل بتاعتها بتشير على الامان والسلام والحفاظ على الاولاد والنسل خلاص والذرية الطيبة وخير المال في الدنيا والآخرة ونعمة كبيرة يستمر بها الإنسان أو ينعم بها في حياته كلها، نعمة مستمرة لا تنقطع، وتشير على رزق ومال كتير، وتشير على خير الدنيا والآخرة، وتشير على صدق اليقين، وتشير على استجابة الدعوة، وتشير على تحقيق المراد. خلاص أوجه دي كلها، دي شمول الرؤية. طب كل واحد طبعا مش هياخد اللي يشوف الرؤية هيبقى ده كله للي شاف الرؤية، لا هياخد حاجة من الحاجات اللي قلناها دي على حسب الرؤية اللي هو شافها، على حسب الآية اللي هو شافها أو اللي هي شفتها مثلا أو شفتها مثلا. كل واحد ليه تأويل مختلف، حتى لو كان الآية واحدة خلاص لشخصين ممكن التأويل هنا يختلف برضو عشان اختلاف أحوال الشخصين بينهم وبين بعض. طبعا بالنسبة لسورة الأنعام حتى بعض أهل العلم بيقولوا حفظ سورة الأنعام ينول الإنسان حفظها نعمة في الدنيا والآخرة. خلاص أما الرؤية بتشير على اللي هو بيقرأ سورة الأنعام بيشير إن ربنا هيرزقه بنعمة كبيرة أو نعمة كويسة جدا مستمرة لا تنقطع طول حياته. طبعا كل أهم من ده كله بتشير على النعمة، النعمة هنا بتشير فين؟ المال والبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. خلاص دي من الزينة ان ربنا اللي يرزق اللي هو ما عندهاش عيال او ما حصلش لها خلفة او ذرية، دي اشارة ان هي هتخلف باذن الله وتنجب يبقى عندها ذرية. طب واللي هو ما عندوش مال والحال ضيق ماديا معاه، اشارة على اتساع الرزق ومال طيب حلال يأتيه. طيب بالنسبة للي هو مثلا نوع من ليه أمنية في حياته أو دعوة، بس دعوة مثلا تكون يعني كبيرة بالنسبة لصاحب الرؤية، فدي إشارة برضو على تحقيق الأمنية دي مهما كانت الأمنية، فربنا سبحانه وتعالى هيحقق الأمنية دي ليك أو ليها في حياتك وتكون أمنية محققة مستمرة في حياتك ولا تنقطع. طبعا غير ان هو صاحب الرؤية يكون انسان جواد او طيب النفس. فبالنسبة سورة الانعام حتى من منطلق الاسم الانعام دليل على النعمة. خلاص فهنا الانعام مش نعمة واحدة، دي انعام يعني نعم كتيرة، نعم ايه؟ نعم الدنيا والاخرة. فاللي يقرأ سورة الانعام في المنام فدي تعتبر من البشارة، والبشرة الحاجات الكويسة، فيبشر ويتبشر بهذا الأمر، ودي تعتبر من الخيرات اللي بيبعتها لنا ربنا سبحانه وتعالى ويطمن بها عباده اللي هو بيحبهم، ربنا بيحبنا يعني، فحبه لينا فبيبشرنا بحاجات غيبية عن طريق المبشرات الغيبية اللي هي الرؤية الصادقة أو الرؤية الصالحة. فاللي هو بيشوف رؤية من خلال الأمر ده مهما كان من تعب أو شقاء أو ليه طلبات ما يقلقش، الامل جالك والبشاره جت وان شاء الله التحقيق هيجيلك والاستجابه هتكون باذن الله وهتكون في خير ونعمه، وحضرتك برضو يلي ما خلفتيش هتخلفي باذن الله وربنا يكرمك بالذريه الكتيره الطيبه. خلاص واللي هو حال ضيق معاه في المال او المعيشه فدي بشاره ليك، خلاص ان ربنا يكرمك برزق حلال طيب واسع مستمر باذن الله تعالى. هذا والله اعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.